المناهج القديمة بتاعتنا دي مثلا عندنا زي كتاب القبس، الزول ده حذف أشياء من المناهج القديمة، بس داير يكون تعرفوا سبب الحذف شنو. كتاب القبس من صفحة 1 إلى 16 حذف درس القراءة من كتاب الله، درس القراءة من كتاب الله، أول آية فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأول سؤال فيه ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حذف الدرس كله عشان بادي بالآية دي من سورة النساء. 2 من صفحة 29 لصفحة 46 حذف الدرس اللي فيه والصلاة، ترك النصرانية والصلاة في مسجد الأندلس، عشان الصلاة في مسجد الأندلس حذف الدرس كله. من 87 لحد 102 حذف درس أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية. انتبهوا للنقطة دي، حذف درس شنو؟ أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية، وحذف خطبة أبي بكر الصديق عند الولاية. لاحظ ليه حذفها، أوريك. في صفحة 43 من كتاب التاريخ عامل النهضة الفنية في أوروبا، كتب فيها في آخر الفقرة ولقد كانت الثورة على الكنيسة والتخلص من سلطانها دافعا كبيرا لازدهار الفنون بجميع أنواعها. داير ينشر لنا الثقافة والفن الأوروبي ويحذف من أذهان الطلاب أي حضارة إسلامية، لأن الحضارة الأوروبية جذور أصلا مأخذة من الحضارة الإسلامية. حذف الدرس ده من هناك وأضاف لهم أن أوروبا إنما ازدهرت بترك الدين. والخلاصة دايرنا نعمل شنو إحنا؟ نخلي الدين عشان نبقى زي أوروبا، دي الخلاصة. طيب من صفحة 198 إلى 212 حذف درس اسمه القرآن الكريم وكيف جمع في كتاب الفقه والعقيدة، موجود ديني له كتاب الفقه والعقيدة، حذف من صفحة 13 لحد 33 لأنه فيها الحج والعمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من زيارة القبر ومسجد قباء والبقيع، والدرس كله على السنة بالمناسبة، كله على السنة، حتى زيارة القبر زيارة على السنة، مكتوب قريته أنا بالحرف، حذف كله. طيب حذف من صفحة 79 لصفحة 90 درس المحافظة على النسل والمحرمات من النساء، أظن دار الشغلة كلها حلال، وحقوق الأولاد على الآباء حذفه لأنه فيه التربية. من صفحة 95 ل 116 حذف المحافظة على المال وحكم الحرابة والسرقة لأنه دي حدود، دي حدود شرعية حذفها. كتاب العلم في حياتنا حذف من صفحة 18 ل 23، ليه أنت قايل؟ دي بتتكلم عن البصر، بس عشان بادية بالآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، بس حذفها. حذف الدرس من 53 لحد 58 درس العين لأنه بادي بالآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وغيرها المحذوفات، أنا لو قعدت أستطرد معها الزمن كله حيضيع مننا.